السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا والدي كان مأجر 3 شقق وبيجيله منهم 1700 جنيه، هو ملوش دخل غير كده، وأختي هتقعد في شقة منهم بيجيله منها 700، يعني هياخد 1000 جنيه، بس هي لسه ما جاتش قعدت، بس هياخد 1000 جنيه بعد كده من الشقق، من الشقتين التانيين. ودلوقتي الدخل ده ما بيقضيهوش، هو معاه 30000 بتوعه، بيقول يعني ينفع يحطهم في بنك وياخد من الربح بتاعهم. حرام عليك، احنا في رمضان، ما انا بقول له كده، بيقول لي ده للضروره. حرام عليك. قولوا لي يا رجل يا مسلم، ليت الله ما رزقك 30000. اذا كان شكرك للرزق ان تاكل الربا، فيعني انت استدرجت، حرام ثم حرام. حضرتك بس هو بيقول لي في الازهر. خلاص يقول لكم ما يقول لكيش، انا ليس لي دخل بكما، حرام حرام حرام. والسلام عليكم. حتى